باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟ محمد مفتر وكذاب. ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع. يا محمد، يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.